ايه أسامة وش ذا الجسم؟ اقسم بالله زفت قلب علي ديدك ذا تغيره بطنك ذا تغيره والله العظيم تشوف لك حل. قررت في هذا اليوم اني اتغير 2024-5-1 وادخل التحدي هذا مع ابو ربيعة، ولكن رحلة التغير لها وقت محدد. 20 يوم تضبط امورك، بعدها بحسب عليك كل يوم. إذا ما تطورت على كل يوم 1000 ريال. ولكن في شيء ما قلت لكم إياه، إني في السابق كنت سمين، بعد ما نحفت صارت عندي مشكلة في الغدة الخاصة بالصدر، فلازم أسوي عملية، وبينت هذا الشيء لأبو ربيع. 20 يوم أيوة تخلص العملية والإجراءات كاملة، صح؟ حلو. 30 يوم عندك، كل يوم أشوف تطور، ما تطورت 1000 ريال، بعد 30 يوم فيها جلد وقرعة، انتهى الموضوع. طيب يا جماعة خير، الحين حنا في المطار، حجزنا أقرب تذكرة يا جماعة الخير إلى مصر عشان نقدر نسوي العملية هناك. تخوف لضيوفنا الكرام جاي لنا على متن رحلة الخطوط السعودية أبو طحان سكاي تي SB 3-1-1. هن يا جماعة الخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. طبعا وصلنا مصر ورحنا المستشفى اللي راح نسوي فيه العملية. كنت خايف بشكل كبير يا جماعة الخير، بشكل انتم ما تتوقعونه. والله الموقف مخيف يا جماعة الخير. بيجي بعد شوي الدكتور يخطط ويرسم ان شاء الله سالت. بغيت اكنسل العملية بسبب الخوف اللي جاني، لكن تذكرت التحدي واصريت اني افوز على ابو ربيعة. طيب يا جماعة الخير، الأمور زين وكل شيء زين الحمد لله، هذا أول يوم. ودي والله العظيم متحمس إني أرجع من هنا أروح على طول الرياض، ولكن يا جماعة الخير باقي غيارات وباقي أشياء، يعني تحتاج 4 أيام هنا. العملية ما هي حرفيا الوضع اللي كنا حنا حاسبين له. حتى العملية يسمع محتوى. لازم. اختلف شوي لانه كانت تخدير موضعي، بعدين جينا هناك قال لا انت تحتاج تخدير كامل وراح يشيلون يعني اشياء كثيره من الجسم. جماعه الخير لا اخفيكم، وش العمليه يا اسامه؟ حرفيا انا ما احب اغبي عليكم اي شيء. العمليه هذه يا جماعه الخير اسمها عمليه التثدي، العمليه هذه احتاج اسويها لو ابغى افوز في تحدي ابو ربيع، لانها راح تفرق بشكل الصدر بشكل مره كبير، والكل اتفق معي على هذا الشيء. وصلنا لليوم الرابع، اليوم الرابع هو يوم فك العلبه الصغيره هذه اللي معي اللي هي علبه التنظيف. بإذن الله أفوز عليك أبو ربيعة. طيب حبيبي وعزيزي المتابع، إذا وصلت لهذه النقطة طلب بسيط ما راح ياخذ منك ولا 3 ثواني. أتمنى منك حبيبي وعزيزي المتابع تشترك في القناة ولا تنسى تضغط على زر اللايك، حرفيا الشيء هذا راح يفرق معي بشكل مرة كبير. استمتع في المقطع. أهم شيء خلاص؟ خلاص؟ لا 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 ما لي دخل ما لي دخل. تم؟ تم؟ بسم الله انتهى. اللي ما فهم التحدي وشو؟ اعطاني ابو ربيعه 50 يوم، 20 يوم منها هذه بعد العمليه بعد ما قلت له خلاص اجل عطني اسوي العمليه وارجع لك، و30 اليوم اللي بعدها هي ايام التحدي. قال لي اسامه انا بعطيك 30 يوم وترى كل يوم محسوب ب 1000 ريال، يعني لو جيتني بعد 29 يوم ولا عجبني شيء في جسمك ولا تغير شيء راح اخذ منك 29,000 ريال، ولكن بعد يوم ال30. والله جاي يوم ال30 ابو صالح موجود عند ابو ربيعه ما تغير ولا شيء، شوف جسمك وما عجبني شيء، راح الله يسلم تدفع 30,000 ريال وراح الله يسلمك اطقك وحلك، ولكن باذن الله انا له. رحت اليوم اسوي الغيرات حقت الجروح نفسها، العمليه مبشره بالخير، ولكن نفس الممرض قال لي ترى ممكن تتاخر شوي التئام الجروح، هذا الشيء حرفيا اوجعني، فقررت ارسل للدكتور. يعطيك العافيه دكتور، هل بعد اليوم ال15 اقدر اتمرن والمشد يستمر معاي برضه؟ الحمد لله دنيتك زي الفل ونفك الغرز في اليوم ال15 ان شاء الله. ال15 تفك الغرز وتبعت لي الصور وتتمرن وهقول لك تعمل ايه والكرسي ما يتقلعش دلوقتي.
والله يا كلام الدكتور مريح لأبعد درجة، حرفياً يخليك تبدأ كذا بحماس. على كذا يا جماعة الخير زاد عندي 5 أيام زيادة، يعني بدل 30 يوم 35 يوم، وربيع قال 20 يوم. العشرين يوم هذه تكون الله يسلمك حقة علاجاتكم وعلاجاتك، بعد 20 يوم يكون عندك 30 يوم، هي 30 يوم التحدي. في مديني أجهز نفسي في 5 أيام هذه وأكسبها ويصير عندي 35 يوم. ولكن المشكلة وين؟ أبغى أحاول أقلل الأكل، ولكن يا جماعة الخير العلاج تجيب لوعة الكبد، يا تاكلها تنفس، ما عاد ودك تكلم احد، نفسيتك تقفل، والله العظيم والله نفسيتك تقفل ابعد درجه، ما عاد تتحمل. المهم ما علينا، في عندنا يا جماعه الخير انواع للرياضه نسويها تحرق الدهون وتعدل الجسم بشكل كبير، منها الكروسفيت وكره القدم. على سالفه كره القدم، في مدربه عارفه حق كره قدم باذن الله انه يقدر يمسكني بشكل اسبوعي. طيب يا جماعه الخير وصلنا الحين الملعب، بنروح الله يسلمكم عنده ونساله هل يمدي ولا ما يمدي. باذن الله نكون فاضي. تعال تعال برديف، السلام عليكم. اهلين وسهلين. الله يسلمك، شر ما يجيك. هلا برديف، الله يحييك. شلونك؟ طيب الله يعافيك. زين، اخبارهم؟ الله يطول عمرك، شرنا عنك. طيب كل شيء زين؟ كمل كمل لا توقف، كمل. ابيك بشغله. امرني. ما شاء الله، خلاص ايه انت اللي تمسكني. امر يا تكفى يا برديف، عندي الله يسلمك شهر كامل تحدي فيه. طيب تمام، التحدي هذا راح يكون لازم انحف. طيب ايه وانت عارف عاد كره القدم لا لا ازهر ازهر، بس ترى عندي شغل. وش هو؟ شفت شغل هنا، شفت زي ما انت شايف. ايه يعني انا عندي هنا اذا بتستمر معي يا مرحبا وسهلا، اما مثلا تجي يوم تغيب يوم لا، ابغاك تستمر معي تكفى. بس مو كل اسبوع. لا لا لك 3 ايام. ها مثلا لك السبت، وخلينا نقول السبت والاثنين والاربعاء. مناسب؟ مناسب. طيب احنا بنجربك على كذا ملعب، اذا انت بتستمر معي، الملعب المزروع هذا وفي ملعب النجيل هناك. نشغلك على الثنتين الاثقال، هذا ثقيل وذاك خفيف. اوكي صح، يفرق. ايه ان هنا الارضيه بتكون ثقيله شيء وهناك بتكون خفيفه. طيب كم ساعه في اليوم؟ يعني مو بساعه، انت تقريبا ما نعدي 40 دقيقه يوميا، ما نعدي 40 دقيقه ان شاء الله. وفيها كرف كرف؟ لا والله فيها كرف للأمان. إذا أنت ناوي والله جوال أني أقول صحيح، إذا أنت ناوي يعني خلاص على معزم على ذي يزهل، لا تشيل الأمور الباقية، بس أنت عطني من نفسك بس وزهل الباقي. طيب وعادنا بعد 15 يوم. والله يا جماعة الخير جتني ذكريات قديمة، ترى اللي شاف ممكن مدري تعرفون ولا لا، اللي شافوا مقطع القصة اني قبل كنت لاعب كرة قدم ترى، ولكن يا جماعة الخير جتني إصابة ووقفت. شوف القصة راح تعرفون ايه، حنيت الكورة حرفيا بشكل كبير، ولكن فوز على بربيعة ونرجع لتحديات الكورة. كل يوتيوبر يلعبون كرة الفترة ذي لازم اتحداهم، واللي يفوز عليه والله لاحط عليه مبلغ قوي ما يحلم به. ماني قاعد هايط، ولكن راح تشوفون بإذن الواحد لحد كيف ماني متكلم، بعدين تشوفون كل شيء، واللي شاف الصور القديمة وشاف المقطع القصة راح يعرف كذا من وقفة اللاعب هذا ان اللاعب هذا كان مختلف. بصور لكم جسمي يا جماعة الخير الآن اللي هو قبل ما نبدأ، ولكن يا جماعة الخير في شيء اتوقع عنه من حقي، انا شخص ما احب كذا افسخ التيشيرت واوريكم جسمي، ما أحب. والله العظيم في مراحل كان جسمي مرة حلو ما احب اطلع جسمي، فاتمنى انكم تتقبلون الشيء هذا، راح تشوفونه من برا التيشيرت، واتوقع انه باين انه شخص سمين من برا التيشيرت. طيب يا جماعة الخير راح نبدأ نوريكم جسمي بالتيشيرت، طبعا ما عليكم بلوفر لا راح اشيله، ولكن هنا في مشد، هذا المشد ما بعد العملية. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يحتاج برضو نقص وزننا بعد شوي. شوف طبعا هذا مشد بعد العملية يا جماعة الخير، ولكن شوف اتوقع كل شيء باين صح؟ كل شيء هنا باين ولا كذا؟ اقول انه يعني سيء، ولكن الميزان هو اللي راح يبين كل شيء. راح نطلع بعد شوي نقوس الوزن ونشوف هل وزننا كويس او لا، وان شاء الله اني ما انصدم. انا والله العظيم ما احب الميزان، ما احبه يا اخي، مخيس. تعرف كيف مخيس الميزان؟ يخليك بذر، يخليك كذا تنقل على نفسك، يخليك تقول ايش خير ايش قاعد تسوي وبس. البلوفر طبعا ما راح يبان شيء، لان البلوفر انا ضخم يعني اوريدي، طولي 1.82 وما راح يبان شيء، فهمت؟ صدق والله ما راح يبان. في شيء انصدمت منه قبل شوي، قست وزني طلع وزني كثير، والله العظيم اني كنت اتوقع ان وزني 95 96، صار وزني يا جماعه الخير 114.7. يا ساتر، نسبه الدهون يا جماعه الخير زايده عندي 31 كيلو. طيب بوريكم شيء، انتم متخيلين ان هذه بس نص كيلو؟ عارفين هذه نص كيلو يعني في جسمي فيه منها 62 حبه، 62 حبه هذه
وين متغبية ما أدري، حرفيا في كل مكان في جسمي، وما حسيت فيها نهائيا أني زايد بذا الوزن. حتى اللي يشوفني يقول حس وزنك 96 95، ما أنت سمين، شلون ذا كله؟ برضو زيادة عليها الفحص عطانا نسبة السوائل اللي موجودة في الجسم، وعطانا برضو يا جماعة الخير الدهون الحشوية اللي موجودة داخل جسمي. آخ، بنبدأ نشتغل معهم لنفس المركز هذا، نتابع وزنه كيف يتغير بشكل أسبوعي، وننتظم في الحمية والأشياء اللي راح تصير. فالله يعين يا جماعة الخير. هذا قبل التحدي يا جماعة الخير بواجد، الحين مرينا بس 8 أيام الحين بعد العملية. الشيء المهم اللي بعده، طيب أسامة كيف فكرة السلسلة هذه؟ نبغى أبديت يا أخي، نبغى نعرف إيش قاعد تسوي. كل 10 أيام راح ينزل لكم مقطع طويل، ولكن كل يومين راح يكون فيه شورت أبديت، والشورت هذا أحتاجكم فيه بشكل مرة كبير، تعطيني آرائك، تتكلم والله أسامة في شيء غلط سويته، لا لا أنت بنت بتنحف سو كذا، نوع الأكل، أي إضافة عندك تقدر تحطها على الشورت. والشيء الأخير الثمنيل، صورة مصغرة يا جماعة الخير راح تكون ثابتة، ما راح شوي يغير لا، ولكن اللي بيختلف يا جماعة الخير الرقم 1 2، يعني ركز إذا شفته الصفحة الرئيسية ركز، الثمنيل بيكون مكتوب فوق 1 2 3 4، يعني حلقة الأولى حلقة الثانية الثالثة الرابعة، توقع ما راح توصل لـ4 إن شاء الله، في الثالثة مقفلين كل شيء. أو عندك حساباتي سناب شات اللي حاب تتابعني وتعطيني آرائك، أو الانستغرام لأنك تقدر ترسل، شوف اللي يعجبك وتعال بربيع إن شاء الله. والله العظيم أتمنى إني أفوز عليك، والله أقسم بالله أمنيتي بس أفوز عليك، لأن أتوقع لحد الآن ما حد قد فاز على بربيع أو فاز بتحدياته. هو اختار 30 يوم ذي يعرف انه ما راح يجيب 30 يوم ذي الا شخص مره قوي، وان شاء الله انا لها. يا الله يا رب العباد اني افوز عليه، يا الله واصير اول واحد فاز على ابو ربيعه. السلام عليكم، مساء الخير ابو ربيعه. خلصت اول 10 ايام، باقي 40 يوم قدام باذن الله انا لها يا شيخ.